شراكه واهم عمليه الاوفاق التعاون والشراكه اللي تنجم تصير. باش نحكيو على الموضوع هذا لكن من وجهه نظر مختلفه شويه مع السيد حامد المطري مختص في القطاع الطاقي. مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا بك وشكرا على الاستضافه. شكرا لك على شكرا لك على المداخله. الزياره هذه تجي في سياقها سيد حامد المطري ولكن في نفس الوقت تجي في سياق معين نحكي على السياق الوطني بعيد حتى على المجالات الإقليمية والجهوية. وطنيا نعرف مليح شنو صار مؤخرا، أحاديث وكلام صار حول إمكانية عدم تزويد تونس عدم تزويد الجزائر لتونس من الغاز والإمشكاليات الكبرى اللي ممكن تصير ما بين شهر جويليا وأوت، يتم تكذيب ذلك من قبل وزارة الطاقة التونسية. ومن ثم البارح نشوفوا فما زيارات تصير رسمية في إطار الحديث حول أهم أفاق التعاون وشراكة لدفع القطاع الطاقي. أنا نحبك تقولنا سيد حامد المطري، هل ممكن أنه الزيارة هذه يكون فيها أو في إطار الحديث ما بين الوزيرين فما حديث حول الإشكالية الأخيرة اللي صارت؟ هو بالضبط شنو اللي باش يصير في النقاش بين السادة الوزراء؟ ما عنديش فكرة يعني مش مانيش عضو في الوفد، لكن أكيد أنه الوضعية العامة اللي عايشتها البلاد واللي عايشها الاقليم وعايشتها عايش العالم الكل يعني باش تكون محل دراسه محل نقاش على الطاوله. احنا نذكر برك اللي 97% من الكهرباء نتاعنا جاي من الغاز، اكثر من نصف الغاز جاي يعني ناخذوه من الجزائر مباشره. يعني اليوم بين ارقام 2022 الربع الاول يعني بروميتيمات بين الريفونس اللي هي تمثل 16% وبين بين اللي نشريوه من الجزائر مباشره نحكيو على اكثر من 60%. معناتها يعني ارتباطنا بالغاز الجزائري حاجه مهمه جدا. عنا عقود احنا شقيقه وقت اللي في فتره وقت اللي تراس سي المنجي مرزوق وزاره الطاقه في حكومه سي الصخفيخ، عاودنا العقد مع شركه سوناتراك وكان عقد الحقيقة يعني باهي وفيها شروط معناتها تساعد الجانب التونسي. لكن مهم باش نذكروا اليوم الأسعار الدولية قاعدة في ارتفاع مجنون، يعني أكثر من 5 مرات ضعفت أسعار الغاز مقارنة بالسنة اللي فاتت. مع الوضعية العامة مع الحرب في أوكرانيا مع المساعي المحمومه لاوروبا باش تتخلص نهائيا ولا على اكبر قدر ممكن معناتها من الغاز الروسي، فبطبيعه الجزائر هي اول معوض طبيعي للغاز الروسي، فبطبيعه تولي طلب على الغاز الجزائري اكبر. هل انه هذا باش يكون على حساب الحصه اللي ممكن احنا باش نشريوها من الجزائر؟ لانه تونس نجم تشري بنفس السعر اللي باش تشري به اوروبا. هذه كلها الاسئله يعني اللي ماهيش سهله الاجابه نتاعها حتى تعرف. وكي تزيد عليها الوضعيه الماليه الصعبه اللي عندنا في تونس وعجزنا يعني عن استخلاص فواتير هذه حاجه مش جديده باش نكونوا فيه من 2020 يعني حتى وقت اللي نحكي الوزاره هذيك نتاع بدنا الموضوع ولو احنا بختار نتاع تواصل الوضعيه انه العجز الطاقي نتاع تونس يعني في النهايه قاعد يكلف فينا كثير وتواصل الوضعيه يعني نجم حتى ياثر على قدرتنا على توفير الطاقه. اليوم علاش ذكرت انا وتسألت في البدايه سيد حامد المطري حول النقاش بالاساس حسب رايك، لانه هي تصورات في نهايه المطاف باش تدور حول شنو، لانه كما ذكرت انت اليوم الحرب الروسيه الاوكرانيه والطلب الزايد على الغاز وارتفاع الاسعار بشكل كبير وتوجه نحو الجزائر كمزود يخلي اليوم فما اشكال. تونس اليوم فما اضافه هنا يمكن تقنيا ماذا بيك تفسرنا شويه، لانه فما عقود سابقه صحيح لكن فما دي دوموند سوبليمونتير حسب الوضع وذكرت الوضع المالي اللي هو معطى مهم جدا في وسط هذية. هل ممكن أن يكون هناك إشكال أو يطرح هناك إشكال فيما يخص عملية التزويد مستقبليا نحكيه على المدة هذية معناتها الأشهر القليلة القادمة؟ أكيد ممكن، أكيد ممكن، لأنه الجزائر يعني في الأخير هي طاقة إنتاجها يعني محدودة ماهيش معروف قداش تنتج.
صحيح احنا ناخذ في نسبه بعنوان ايتاوا على الغاز اللي ماشي لاوروبا، لكن النسبه هذه كما كنت مفسر ما تمثلش حتى ربع اللي حاجاتنا اللي نشيلو فيهم اللي ناخذو فيهم الجزائر. فبقدر حتى لو زادت الكميه اللي ماشيه لاوروبا فتزيد نسبه ايتاوا، لكن هذا ما يمنعش انه الاسعار العالميه طلعت بشكل كبير جدا جدا. يعني الكميه اللي نشوف فيها على عنوان يعني اكسترا نشوف فيها احنا من الانبوب الجزائري، الاسعار طلعت زادت بشكل كبير، فالفاتورات مش تكون اثقل كثير. هل عندنا استعداد؟ احنا وقت اللي كانت الفاتوره اقل من هكا برشا وكانت وضعيتنا احسن شويه كان عندنا صعوبات حقيقيه او في دفع الفاتورات، واكثر من مره تاخرنا وكل شيء. الغدوه باش نكون عندنا القدره باش ندفع فاتورات في النوع هذا، هذه نقطه استفهام. هوني تدخل الواقع السياسي، معناتها لانه الجزائر باش ترضى باش معناتها باش تسلم في تونس؟ لا اعتقد لانه جيران وعندنا علاقه مهمة، وتونس يهمها حال الجزائر والجزائر يهمها حال تونس. اي ولكن في الوضع الحالي سيد، الموضوع مفتوح يعني. اي ولكن سيد حامد المطري، علاش نحكيو على الموضوع هذا اليوم بالحساسية هذه؟ لأنه تعرف أنه فما نوع من التململ في العلاقة في الفترة الأخيرة، الحدود مغلقة البرية إلى حد الآن، فما شوية تراجع حتى في الصلة اللي كنت تحكي عليها توا، ولا الترابط الكبير هذايا في الفترة الأخيرة. وبالتالي نتساءل، وزيرة الطاقة كانت أعلنت مؤخرا في تفنيدها للخبر هذا انه الجزائر لن تزود تونس بالغاز الفترة المقبلة، قالت لا هذا مش صحيح، وقالت انه سنبحث عن حلول. شنو هي الحلول؟ لم يتم الاعلان عنها من الجهة التونسية، وبالتالي هذايا علاش اليوم نتساءل حول الموضوع. خلي باش نكون واضحين وباش ما نكذبوا على حد، حلول بديله في الوقت المنظور، يعني نحكيو على بضع سنوات، حلول بديله للغاز الجزائري ما فماش، ما عندناش حلول بديله. كان يفترض بينا من مده قبل انه نحاولوا نطوروا الانتاج الوطني، كان يفترض بينا نحاولوا نخدموا اكثر على الطاقات المتجدده، كان فما احتمالات انه نقراوا حسابنا في حلول بديله، لكن هذا كله ما صارش، والانتاج يعني في تراجع والاستهلاك في زياده. فاحنا بالعكس احنا في بلاصه ما نحاولوا ناخذوا اكثر شويه استقلاليه طاقيه، بالعكس كل عام الاستقلاليه الطاقيه تزيد تنقص، وارتباطنا المباشر بالغاز الجزائري يزيد يكون اكبر واوفق. توا المساله السياسيه كما قلت قبيله، ما حتى شك انها عندها تبعات. وضعيه العلاقه بين تونس والجزائر وشيء من البرود هذا يظل الناس الكل تشوف فيه والناس الكل عايشته. وين ينجم يمشي هالبرود؟ هل انه باش يخص الضوء على تونس؟ ما نعتقدش، لكن زادة مش معناتها انه باش تكون العدادات مفتوحه افو. فالاكيد انا قناعتي الشخصيه انه الصيف هذا باش يكون صعيب، يعني صعيب انه نحاولوا، لانه احنا الناس لازم تعرف حاجه، البيك نتاع الكونسوماسيون في اوروبا هو في الشتاء، البيك نتاع الكونسوماسيون في تونس هو في الصيف. احنا اليوم الاستهلاك ناخذوا في ايتاوا اكثر من اوروبا لانه تستهلك اكثر. في الصيف وقت اللي احنا باش نستحقوا اكثر باش ناخذوا باش نشريوا اكثر، وباش يكون عندنا ايتاوا اقل. وباش تكون الاسعار على 12 شهر اللي فاتوا، يعني باش تكون غاليه جدا. فالصيف اعتقد انه باش يكون عندنا صعوبات حقيقيه، ولو ما كانش عندنا صعوبات حقيقيه ما كانتش السيده الوزيره تمشي للجزائر وتحاول تلقى حلول. انه باش الجزائر ما عادش تزود تونس بالغاز، لا هذا اعتقد انه مش منطقي، مش مطروح، لكن باش تكون سباله محلول على طول لا. واضح، شكرا لك حامد المطري مختص في القطاع الطاقي، قعدوا معنا راجعين بعد لحظات الاخبار مع نوام.